الله يكبر بيك. اكيد الاطلاله ديالي من عند الكرياتريس المبدعه غيتا الشرايبي، واكيد انا اخترت اليوم حيت اليوم كاين تكريم ديال رامبين سينغ، لان هي لشتوها مغربيه وممتو قريبه للهنود، فتبارك الله عليها. انا فرحانه انني لبست هذه الاطلاله ديالها. اكيد طبعا فرحانه بزاف بهذه العوده هذه. دابا راجلي كيعيط لي وشكرا بزاف. طبعا كتمثل لي الكثير وقيمه مضافه ليا وشرف كبير انني مغربيه كنحمل واحد الاقامه ذهبيه من عند الامارات ابو ظبي ومن عند الامارات المتحده العربيه. انا ديجا شاركت واكيد ما كرهتش نشارك، اكيد هذا هو الهدف ان شاء الله.